الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والتسليم على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ايها الاخوه الحضور ورحمه الله وبركاته. انه من دواعي سروري وعظيم افتخاري ان اقف امامكم هذه اللحظات النورانيه ما دامت في رحاب الشهداء يتحدث في عظيم شأنهم ورفيع منزلتهم الرفيعة عند الله ومكانتهم المعنوية في قلوب أشياقهم ومحبيهم من شعب البحرين ومن جميع الشعوب المصطلحة. الشهداء هم الشرفاء والقديسون. الشرفاء هم المجد والخلود. لقد اختصروا قيمة القيم الحياة الفاضلة وأفعالها المجيدة بكلمة واحدة وفعل واحد وهو الشهادة. فلا عجب أن مدحهم مادح وأنشد في حقهم منشد، وهم قدموا أنبل صور الشجاعة في اندفاعهم بمواجهة الضد والقهر والاستبدال بحثاً عن العزة والكرامة، حتى استشهدوا غير الآبهين إلا بنصر الله عز وجل. نعم، لقد أعطوا الدرس الكبير في كريم العطاء والسخاء. وهل يوجد من هو أكرم من الشهيد الذي قدم نفسه ودمه قربانا لحياة العزة والكرامة في سبيل الله وفي نصر هذا الشعب المظلوم؟ أيها الأحبة، ألا نعظم الوطنية ونكبرها في الإنسان؟ ومن أكثر من الشهيد وهو الذي استشهد من أجل عزتي وكرامة وطني؟ إننا اليوم حيث نقف في ذكراهم مستلهمين منهم عظيم العطاء وجزيل السخاء، نجدد العهد معهم دائما وأبدا، وأن نسير على خطاهم وعلى الطريق الذي عبدوه بدمائهم الزكية الطاهرة العطيرة. وهذا يبقى دين في رقابنا جميعا إلى يوم أن نلقاه عز وجل وقد حملنا الأمانة على أكمل وجه. كما لا يفوتني أيها الأحبة أن أقول، إذا كانت العزة لشهدائنا وكانت ذكراهم طيبة ونستضيء بهم في تاريخنا مثل النجوم، فاعلموا أن هناك شموس قد حاول الظلام أن يحجبها عنا. نعم، إنهم المعتقلون والمطاردون الذين حملوا مشاعر الحرية مقتدين بأثر الشهداء، فكانوا خير خلف بخير سلف، وكانوا عنوانا للصمود والتضحية والفداء. فلم تتحمل السلطة قوة بأسهم وارتفاع قاماتهم، فاختارت أن تعاقبهم خلف القضبان. ألا إنهم اشتد بأسهم أكثر، فكانوا كالجبال الراسخة في مبادئهم مطلقين الدنيا رغم صغير سنهم، وكانوا مساهمين في هذا الاعتزاز والفخر. أيها المغيبون خلف غياهب السجون، هذه رسالة آبائكم آباء الشهداء لكم، إنهم على العهد معكم كما عهدتموهم دائما، ولن يتخلوا عنكم مهما كانت الظروف والتضحيات. فأنتم حملت رايات الشهداء وأنتم الثوار في الميادين. ختاما، نسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويحشرهم مع الأنبياء والشهداء والصديقين، ولننال شفاعتهم في الآخرة، وأن يترحم علينا وعلى موتى المؤمنين والمؤمنات، ويمن على الجرحى والمصابين والمرضى بالشفاء والعافية، ويفك كربة المسجونين والمعتقلين، ويرد المغتربين إلى أهلهم ووطنهم سالمين غانمين لا خزايا ولا نادمين. أشكركم جميعا أيها الأحبة على حسن أوصافكم، والشكر كل الشكر لجميع الأخوة العاملين في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.